طبعا سيادة النائبة، حضرتك حضرتي سواء في قاعة الماسة والنهاردة القداس اللي كان موجود، يعني كانت الكاميرا عدت كده على السفراء الأجانب والدبلوماسيين الأجانب، شفنا مشاعر وفرحة في عيونهم وبرضو حالة من الانبهار. ممكن توصف لنا الحالة دي؟ الحقيقة أنا يعني نفسي إن الإعلام بقى، ومعلش هوجه رسالة بقى للإعلام المصري والإعلام العالمي، الإعلام العالمي الحقيقة ركز على مشاهد الفرحة والانبهار والسلام والإعجاب الشديد جدا من السفراء والدبلوماسيين الأجانب اللي كانوا موجودين في الاستاد النهاردة. عدد كبير منهم كان ليه شرف ان هو يتناول من يد قداسة البابا، ومن وان يكون في قداس كبير زي ده. الحقيقة دي اكبر دعاية، اتمنى بقى ان ناخد اللقطات دي والمنظر الفرح والسلام والانبهار والاستقبال العظيم اللي دخل بيه يتحط بقى في الدعاية الإعلانية بتاعتنا عن السياحة وعن الاقتصاد وعن تشجيع الاستثمار في مصر. يتحط فين؟